الآن يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. حلقة النهاردة حلقة يوم الأربعاء بتاريخ 24 مارس 2021. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايما بالتفاؤل والطاقة الإيجابية. حابة بس أذكركم، يعني الناس اللي لسه ما نزلتش أشغالها أو لسه الناس اللي ما ودتش ولادها المدرسة، يا ريت نتقل شوية للولاد، لأنه طبعا تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية إن يوم الأربعاء النهاردة في انخفاض كبير في درجات الحرارة، تقريبا 8 درجات، الجو فيه برد، يا ريت تاخدوا بالكم من ولادكم. كمان في شوية عواصف ترابية كده، إن شاء الله تعدي على خير واليوم يكون جميل ويعدي بسلام. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين، بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية اللي هنتابع فيها النهاردة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، إلى جانب العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مداخلات هاتفية لمعرفة مزيد من التفاصيل. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات الصحفية مع ضيفنا النهاردة أستاذ أحمد طارق الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، هيكون معانا عبر ماسنجر. هنتكلم معاه عن التحليلات الخاصة الصحفية الخاصة، وطبعا هنبرز معاه المؤتمر الصحفي الخاص بوزير أو رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني، هنتكلم أكتر أو بشكل تفصيلي عن العلاقات المصرية الأردنية. فقرتنا الحوارية والأخيرة النهاردة مشاهدينا فقرة بتهم كتير من الناس، وهي فكرة إزاي أعبر الأزمات أو أعدي الأزمة، حاجة اسمها علم إدارة الأزمات. هنتكلم عن علم إدارة الأزمات وأهميته طبعا مع انتشار أزمة وجائحة فيروس كورونا، والناس اللي كانت بتمتلك شركات عدوا بالعديد من الأزمات، إزاي نعبر هذه الأزمات وإزاي نخطط لحياتنا. ده موضوعنا النهاردة نتكلم فيه مع ضيفنا دكتور أحمد عبد الرحمن استشاري إدارة الأعمال والتسويق. خلينا نروح في البداية مشاهدينا لفاصل ونرجع نبدأ أول فقراتنا، فقرتنا الإخبارية، خليكم معنا. بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ النهاردة أول فقراتنا، فقرتنا الإخبارية، والبداية مع اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. وخلال الاجتماع وجه السيد الرئيس بمتابعة الموقف الإنشائي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية. خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر لهذا الاجتماع مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضرتك. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الخيول العالمية مرابط وما تضمه من منشآت، فضلا عن القيادة الاستراتيجية وساحة الشعب والنصب التذكاري، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة خاصة المنطقة المركزية بها، وكذلك مقترحات الاستغلال الاستثماري الأمثل بالاستعانة بالخبرة الأجنبية لبعض المناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن الموقف التعاقدي لتوفير المعدات والآلات الإنشائية والهندسية الفائقة التطور اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية العملاقة على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لا سيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر وساحة الشعب والمداخل الرئيسية للعاصمة والحي الحكومي، موجها سيادته بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضري داخل العاصمة الإدارية، وذلك ترسيخا لصورة الدولة المصرية الجديدة. مرحبا بحضراتكم مرة كمان مشاهدينا. رياضيا، يلتقي غدا المنتخب الوطني لكرة القدم مع المنتخب الكيني في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقية 2022 والتي ستقام بالكاميرون. لتفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم مسيحة الناقد والمؤرخ الرياضي. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم. صباح الخير، أهلا يا أستاذ رني، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معنا. بداية خليني أسأل حضرتك يعني موقف المنتخب من هذه المباراة وأيضا استعداده لهذه المباراة. هو المنتخب بيدخل المباراة دي وهو متصدر المجموعة بثمان نقط وبفارق هدف عن جزر القمر. يعني هي جزر القمر عندها نفس النقط بتاعتنا بس فارق الأهداف لصالحنا. تمام. احنا هنلعب مع كينيا وجزر القمر هتلعب مع توجو. توجو ملهاش اي امل لان عندها نقطة واحدة بس، كينيا عندها قصدي جزر يعني كينيا عندها ثلاث نقط. كينيا علشان يبقى ليها فرصة لازم تفوز مرتين في المباراتين اللي جايين، وده يعني صعب لانها يعني هتلاعب مصر طبعا وهتلاعب توجو لو حصلت على ثلاث نقط، لما بالنسبة لمصر مصر بتنافس على انها تفضل اولى المجموعة فعندها فرصة ان هي لما تفوز ان شاء الله يعني نقطتين في يعني نقطة من كل مباراة فضلة ممكن تدي الامان لمصر وانها تتأهل. انما يعني طبعا الفريق المصري بيحب دايما هو يكون متصدر لمجموعته وتاريخه وكل التاريخ بتاع مصر في كرة القدم افريقيا وعربيا ما يديهاش اقل من انها تتصدر وهي يعني تتأهل وهي متصدرة المجموعة ان شاء الله. طبعا ال 28 لعيب اللي هم كانوا دخلوا المعسكر دول سافروا مع الفريق يعني او يعني الفريق كله كل 28 لاعب سافروا عشان الظروف المعروفة والمساحات اللي تتعمل عشان لو في اي لا قدر الله اي حاجة ظهرت فيبقى عندنا وفرة من اللاعبين في هذه المباراة. يعني في احتمالية استبعاد بعض اللاعبين لا قدر الله في حالة انه المسحة طلعت ايجابي. ولحد دلوقتي ما حدش بلغنا بان حصل ان في مسحة ايجابية. طيب لان هو الفريق مسافر من امبارح وهيجري تمرين النهاردة تمرين وحيد علشان قبل المباراة بتاعت بكرة. طيب هل المباراة يا أستاذ إبراهيم هتكون بجمهور ولا هتكون من غير جمهور؟ لا هي بدون جمهور بدون جمهور ويعني طبعا أحب أطمن السادة المشاهدين إن
في محمد صلاح هيلعب المباراة إن شاء الله، وحتى يعني هو تلقى دعم من ليفربول لما على الحساب الرسمي بتاع النادي نشروا صورة للكابتن محمد صلاح وكتبوا نتمنى لك أسبوعا جيدا يعني. طيب احنا لو يعني ان شاء الله نكسب، لو كسبنا هنقابل جزر القمر، تمام كده؟ اي بالظبط كده. طيب ده تم تحديد موعد محدد لهذه المباراة؟ بالنسبة اللي هو 29 3 اللي هو 29 مارس يعني الشهر ده كمان يعني بعد المباراة الأولانية بأربع أيام يعني، وهتكون في مصر إن شاء الله. تمام. طيب يعني أنا هستغل وجود حضرتك يا أستاذ إبراهيم معانا عبر الهاتف وأسأل حضرتك عن موعد مباراة الأهلي في منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال واللي هتكون بين الأهلي والمريخ السوداني. دي هتكون يوم هتكون طبعا يوم بالنسبة للأهلي هتكون يوم السبت 3 إبريل. السبت 3 إبريل طبعا، وهتكون في السودان الشقيق. طيب. يعني طبعا الأهلي بيبقى تاني، هو السيمبا بيتصدر المجموعة بعشر نقط، الأهلي بعديه بسبعة، ده كل ده قبل الجولة الخامسة. فيتا كلوب أربعة، المريخ واحد. الأهلي هنا يعني موقفه مطمئن جدا، يعني ان هو المجموعة اللي هو فيها يعني الحمد لله ان هو موجود دلوقتي بسبع نقط بعد سيمبا، لكن هو لسه له مباراة هنا في مصر مع سيمبا غير المباراة اللي هيلعبها بكرة. فأنا مطمئن جدا جدا لموقف الأهلي وتأهله إن شاء الله للدور اللي بعد كده إن شاء الله، وإحنا متفائلين مع حضرتك. طيب يعني آخر سؤال يعني حابة أسأله لحضرتك، هذا العام يوافق مرور 100 عام على بداية كأس مصر، ما هي أهم ما تحمله هذه السنين من ذكريات من وجهة نظر حضرتك؟ وحضرتك طبعا بطولة كأس مصر دي أنا أتمنى أن يقام لها طبعا احتفالية كبيرة إن شاء الله. هي بدأت في عام 2000 يعني الموسم الأول لها كان مع موسم 21-22 1921-1922 بدأت في نهاية العام 21 وانتهت في عام 22، زي مثلا برضو يعني الأيام دي الموسم بيبدأ في نهاية سنة وبيستمر مع السنة اللي بعدين. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ إبراهيم، بشكرك جدا أستاذ إبراهيم مسيحة الناقد والمؤرخ الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا احنا معانا تقرير خاص بمواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات. خلينا نروح نشوف تفاصيل لهذا التقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. ملاحقة مستمرة من قبل أجهزة وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الضالعة في جرائم السرقات بكافة أنواعها لضبطهم تحقيقاً للردع العام. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من كشف غموض وقائع سرقات لعدد من السيارات بالجيزة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية. ونجح في ضبط مرتكب تلك الوقائع الذين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومن ثم القيام بمساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب عدد من الوقائع بهذا الأسلوب بالقاهرة والجيزة والقليوبية، كما أرشدوا عن السيارات المسروقة لدى عملاء لهم قاموا بتغيير ملامحها حتى لا يتم التعرف عليها وأمكن ضبطهم. ياسر كان بيجيب لي العربية وبقوم بتقطيعها وفكها وبيع أجزاء قطع غيار. وتعرف أصحاب السيارات المبلغ بسرقتها عليها كما وجهوا الشكر لوزارة الداخلية على سرعة ضبط الجناة لينالوا جزاءهم. ما كنتش متخيل أن العربية ترجع بالسرعة ديت،
بعد فتره وجيزه لقيتهم باحث السيارات بيكلموني بيقولوا لي احنا لقينا العربيه بتاعتك والعربيه موجوده فعلا بالفعل موجوده عندهم. وحابب اقول ان انا من المجهود اللي كنت شايف كنت متاكد ان انا يعني المجهود ده هيطبق فعلا في ان هم يلاقوا السياره بشكل سريع. وحابب طبعا ان انا اشكرهم واشكر رجال باحث الدوله امن الجيزه ووزاره الداخليه على المجهود. وتستمر الجهود الأمنية في كشف غموض الجرائم بكافة أشكالها بما يحقق السيطرة الأمنية ويسهم في تراجع معدلات الجرائم المرتكبة. تحيا مصر. هنا كان المقر الذي اتخذه تشكيل عصابي وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي في تقليد العملات الوطنية، وهو سكن خاص بأحد عناصر التشكيل. البداية كان بلاغ ورد لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من مدير فرع أحد البنوك، أفاد حضور أحد الأشخاص لإيداع مبالغ مالية تبين أنها مقلدة. تم الانتقال على الفور إلى مكان البلاغ وأجرت مناقشات أكدت عدم علم هذا الشخص بأن المبلغ الذي بحوزته مزور. بدأ فريق البحث المشكل من مديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام العمل والتحري، والذي قاد إلى الخيط الأول لكشف تلك الجريمة، وهي زوجة هذا الشخص التي اعترفت باستبدال أموال زوجها دون علمه بالأوراق المزورة. جهود فريق البحث وعمله المتواصل لاستجلاء الحقيقة وتتبع خطوط سير مروج الأموال المقلدة الذين تم ضبطهم قاد فريق البحث إلى شقيقين هما وراء عمليات تزوير العملات الوطنية، ونجحوا في ضبطهما واعترف بتكوين تشكيل عصابي لتقليد العملات الوطنية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائهما بمشاركة آخرين تم ضبطهم. كما تم ضبط عملات وطنية من فئات مختلفة مقلدة بحوزتهما وضبط الأدوات والمواد المستخدمة في عمليات التقليد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة التي تشكل خطورة على الاقتصاد الوطني تتصدى لها أجهزة وزارة الداخلية بكل حسم. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. تساؤلات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول فاعلية اللقاح الصيني، وهل هناك أثار جانبية لمن يحصل عليه، وده مع بداية التطعيم للفرق الطبية وأيضا لأصحاب الأمراض المزمنة كخطوة أولى. التفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير يا دكتور. أخيرا فندم، أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. بداية خليني أسأل حضرتك يا دكتور عن ما هي نوعية اللقاحات التي وصلت لمصر حتى الآن؟ هو طبعا مصر فيها عدة أنواع من اللقاحات، كلها يعني مستخدمة عالميا، كلها موافق عليها ومعتمدة من دول المنشأ. نعم. وكلها قبل ما تتداول في مصر أو قبل ما تستخدم بتعتمد من هيئة الدواء المصرية. فمن حيث المبدأ كلها بتخضع لمعايير علمية وفنية وإدارية ويعني دراسة لكل تأثيراتها الإكلينيكية قبل ما توافق عليها هيئة الدواء المصرية. طب دكتور، يعني لمن يشكك في أهمية هذا اللقاح حضرتك تقول له إيه؟ حضرتك هذا اللقاح له فوائد كثيرة جدا. الفائدة الأولى أنه يحد من الإصابة من المرض، لا يمنع 100% لكن يحد من الإصابة. صحيح. نمرة 2 أنه هو يقلل أعراض الإصابة بالمرض. نعم. نمرة 3 وأعتقد أن دي أهم نقطة في مثل هذه اللقاحات، أنه بيقلل جدا احتمالية الإصابة بالمضاعفات الشديدة أو الخطيرة لفيروس كورونا المستجد. نعم. وعلى فكرة ده يشابه تماما ويطابق ما يحدث مع اللقاحات اللي بتستخدمها في الوقاية من مرض الانفلونزا الموسمية العادية. نعم. طيب هل في دكتور أعراض جانبية بتظهر بعد الحصول على هذا اللقاح؟ طبعا مثل الأعراض اللي بنشوفها مع أي تطعيم بناخده. مظبوط يا فندم، كلامك مظبوط جدا. هي الأعراض التي قد تحدث
هي أعراض نتيجة لأي تطعيم، ممكن إحمرار أو ألم مكان الحانة، ممكن حد يجيله ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ممكن واحد يجيله أعراض تشابه البرد. وعلى فكرة حضرتك إحنا تابعنا بدقة شديدة علمية مئات أو آلاف الحالات التي تم تطعيمها في مصر، ولم تثبت أي أعراض جانبية حادة أو خطيرة نتيجة لها أو غير متوقعة نتيجة لهذا الحقن. يعني بالفعل بيكون في متابعة من حضراتكم للناس اللي خدت اللقاح علشان نعرف تأثيره أو هل في أعراض جانبية ظهرت على هذا الشخص أو لا؟ بالضبط يا فندم. طيب خليني أسأل حضرتك يا دكتور، يعني هل تم تحديد الفئات المستحقة للتطعيم من حيث الأولوية؟ ده طبعا غير الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة. ست فندم، هو ده من الأول، ودي معايير عالمية وبتطبق في مصر أيضا. نعم، الحط الأول الفرق الطبية، ثم كبار السن، نعم، أو على توازي معهم كمان الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة زي أمراض القلب أو الصدر أو أي أمراض أخرى. نعم، ثم الفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، ثم كل الجماهير. وفعلا يعني حملات التطعيم بدأت تأخذ كل هذه الفئات تدريجيا مع ورود كميات يعني تدريجية من جرعات التطعيم. هل في يا دكتور فئات مستبعدة من هذا التطعيم؟ يعني ما ينفعش ياخدوا التطعيم؟ اللي هم الأقل من 18 سنة والسيدات الحوامل. طيب يعني سؤال بيجي على أذهان الكثير يا دكتور، يعني احنا هناخد اللقاح ومش هنصاب بكورونا نهائي، يعني ده دايما بيجي في أذهان الكثير، ده حقيقي؟ ما أنا قلت لسيادتك لما سألتيني في الأول على فوائد هذا التطعيم أنه قد لا يمنع الإصابة بكورونا. نعم، لكن اللي يكون واخد التطعيم هيخضع للمعايير اللي قلت لسيادتك عليها، من حيث صحيح أولا ممكن لا يصاب أصلا، ده احتمالية. تمام. والاحتمالية الثانية يصاب بصورة خفيفة جدا أو مخففة، والاحتمالية الثالثة أنه هو بإذن الله يمنع أي مضاعفات خطيرة. طيب نصيحة حضرتك يعني للناس أصحاب أمراض الجهاز التنفسي في هذه الفترة، حضرتك توجه نصيحة بإيه؟ هو طبعا احنا بقالنا يومين ثلاثة في عاصفة ترابية. صحيح. وفي جو متقلب غير مستقر. اللي عنده مرض صدري مزمن، خصوصا مرضى حساسية الصدر اللي بتسمى الربو الشعبي، أو السدة الرئوية اللي هو انسداد الشعب الهوائي المزمن، أو الانفيزيما، أو هذه الأمراض المزمنة التي يعاني فيها المريض نتيجة التلوث الجو أو نتيجة العواصف الترابية أو العنيفة، أو أيضا التقلب الحاد في حالة الجو، إذا كان ظروفه تسمح إن هو يستقر في البيت أو في المنزل في هذه الفترة، فدي أولوية أولى. صحيح. إذا كان هناك سبب يعني أو داعي قوي إنه يخرج من البيت نتيجة لأسباب كثيرة، في الحالة دي يجب أن يتبع كل التعليمات الوقائية. ومن حسن الحظ إحنا عندنا كمامات الآن مستخدمة، وما ينتقلش فجأة من جو ساخن قوي إلى جو بارد قوي أو العكس. تمام. وبقدر المستطاع لو قدر يحط أي حاجة مبللة تبليل خفيف قوي مع الكمامة، هتبقى تمتص أو يعني التراب أو العوالق اللي موجودة في الجو من حبوبات ترابية أو كده. تمام. أخيرا يا دكتور، يعني أرقام الإصابة بكورونا بتشهد حالة من التذبذب ما بين الزيادة وما بين الانخفاض، هل هذا مؤشر لبداية موجة ثالثة من فيروس كورونا؟ والله فندم هو ده اللي حصل في بلاد العالم الأخرى. إن هم حصلوا مروا بهذه الفترة وحصل الموجة الثالثة التي يعني موجودة الآن في الاتحاد الأوروبي وفي بلاد أخرى كثيرة. وعشان كده سيادتك إحنا بنؤكد من خلال يعني برنامجكم وكل البرامج الإعلامية، نعم، على أننا يعني يبقى في نوع من الالتزام الكامل. صحيح. وإلهام بكل المعايير أو الأساليب الوقائية والاحترازية. نعم. حتى نحد من الإصابة من ناحية، ويمكن ربنا إن شاء الله يكرمنا وما نجيش، يعني نتمنى ألا تحدث، لكن ده محتاجة مننا التزام شديد. صحيح. بكل. صحيح. المعايير.
صحيح، أسقطنا على حضرتك يا دكتور. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا أروح لفاصل ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معي. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أطلس مصر يستوعب إنشاء محطات طاقة متجددة، وده بقدرة 90,000 ميجا وات. التفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف دكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمتابعين الكرام. تحياتنا لحضرتك. يعني بداية خلينا نعرف من حضرتك ما المقصود بأطلس مصر وما أهميته. أطلس مصر دوت نتيجة أبحاث واستشعار عن بعد، تم رصد الأماكن الأكثر سطوعا للشمس وأكثر استقرار وسرعة للرياح على الخرائط، تبقى يعني مجهزة وميسرة للمستثمرين، بحيث ان هو يحدد للمستثمر الاماكن اللي هو يقدر فيها يحط فيها الخلايا الشمسية والمزارع الرياح، بحيث ان هو يسهل بدرجة كبيرة جدا الاستثمار بتاعه، وبالتالي يقدر ان هو يستفيد باستفادة كبيرة من الاماكن اللي مش لسه هيبعل ابحاث جديدة ويعمل دراسات، لا الدراسات جاهزة والاماكن محددة. ويمكن هو دوت شملت على مساحة مصر بالنسبة للاماكن اكثر سطوعا واكثر سرعة للرياح، ده بنتكلم على الشمس والرياح، حوالي تقريبا اكثر من 7600 كيلومتر مربع على مساحة من ضمن مساحة مصر. نعم. والمساحة دي ممكن ان هي تنتج من الخلايا الشمسية ومزارع الرياح حوالي تقريبا 90,000 ميجا وات. دي طاقة كبيرة جدا يعني. طيب اهم مصادر الطاقة المتجددة في مصر يا دكتور؟ هو طبعا احنا الحمد لله احنا عندنا مصر فيها يعني ثروات متجددة يعني كويسة جدا، زي احنا بنتكلم على الشمس. نعم. وعلى الرياح وعلى مساقة المياه زي السد العالي وفي بعض القناطر. احنا عندنا يعني اصبح عندنا الحمد لله دلوقتي من ضمن الانتاج من الطاقه المتجدده تقريبا حوالي 6000 ميجا وات، ومن ضمنها طبعا مشروعات عملاقه زي بيبان في اسوان، زي جبل الزيت للرياح في خليج السويس، وطبعا في المساقة المائيه، بس المساقة المائيه طبعا اصبح عددها قليل، ما بقاش يعني ما فيش اماكن اضافيه. هي الجزء اللي احنا شغالين عليه دلوقتي هو الشمس والرياح. تمام. طيب خليني اسال حضرتك يا دكتور عن نسبه مشاركه الطاقه المتجدده من الحمل الاقصى للكهرباء، هل هي يعني النسبه اللي كان مخطط ليها؟ ده الحمد لله احنا يعني تخطينا اللي كان مخطط ليها. احنا كان يعني هو في مخطط لمشاركه نسبه مشاركه الطاقات المتجدده فيما يسمى مزيج الطاقه لغايه 2035، وكانت النسبه ديت المفروض تصل الى حوالي 42% ويعني بعد التحديث، وكانت مرحليا لغايه 2022 تصل هذه النسبه الى 20%. احنا الحمد لله يعني خلال هذا العام 2021 وصلنا بالفعل، نصل بالفعل ان شاء الله لنسبه ال 20% من الحمل الاقصى، وده يعتبر انجاز كبير الحمد لله. ده بما يتزايد عن 6000 ميجا وات، وان شاء الله هيتم يعني برضه تحديث الاستراتيجيه ديت بحيث ان هي ممكن تزيد عن كده. وفي نقطه مهمه برضه ايضا يمكن الشيء بالشيء يذكر، وهو الطاقه النظيفه ايضا اللي هو ومن ضمنها اللي بنتكلم على الهيدروجين الاخضر، وده من ضمن الحاجات الحديثة اللي موجودة وممكن يضافته كمان في اللي هو مزيج الطاقة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب خليني أسأل حضرتك يا دكتور عن حجم الاستثمارات الخاصة لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. طبعا هو الحمد لله الاستثمار فيها يعني دلوقتي بقى كبير جدا، ويمكن يعني لو خدنا على سبيل المثال مثلا الجزء الخاص بيه بنبان،
لوحدها تقريبا حوالي 2 مليار يعني جنيه، اللي هو في خاص فيه 2 مليار دولار ل 32 شركه في منطقه واحده، وده بيعبر عن مدى اهتمام وكالات التمويل او مؤسسات التمويل الدوليه والمستثمرين للاستثمار في هذا المجال في مصر. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل هذا المجهود، وبشكرك على هذه المداخله. بشكرك دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. مشاهدينا فقرتنا الاخباريه انتهت، هنروح لفاصل ونعرف في درجات الحراره واسعار العملات، وهنرجع مع فقرتنا الصحفيه وضيفنا اللي هيكون معانا عبر ماسنجر استاذ احمد طارق الكاتب الصحفي بوكاله انباء الشرق الاوسط. خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات من خلال ضيفنا اللي معانا عبر ماسنجر أستاذ أحمد طارق الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح النور يا فندم عليك وعلى متابعينك الكرام. اهلا بحضرتك معانا. خلينا نبدا مع حضرتك على طول من متابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي للموقف الانشائي لعدد من مشروعات الهيئه الهندسيه. تفاصيل الخبر بتقول اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والعديد من الساده المسؤولين، ووجه الرئيس بمراعاه اخراج تفاصيل التصميم الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضم من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لا سيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر وساحة الشعب والمداخل الرئيسية للعاصمة والحي الحكومي، موجها سيادته بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضاري داخل العاصمة الإدارية، وده ترسيخا لصورة الدولة المصرية الجديدة. بداية خليني أسأل حضرتك، يعني تابعت هذا اللقاء إزاي ورؤية حضرتك طبعا لاهتمام الرئيس دايما بالمشروعات الهيئة الهندسية؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مجموعة من اللقاءات الدورية لمتابعة المشروعات الإنشائية والوقوف على حجم الإنجاز لضمان تسليم تلك المشروعات في توقيتاتها السليمة. بالنسبة للمشروعات والتعاون مع الهيئة الهندسية في المشروعات الإنشائية، فإن الهيئة الهندسية تقوم بدور ضخم وعملاق في عملية وعجلة التنمية التي تجري في مصر خلال السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المظهر الحضاري الذي تشهده مصر في من تغير وتطور كبير بضمان ومعايير الجودة والاستدامة
كذلك على حد السواء. بالنسبة للعاصمة الإدارية، العاصمة الإدارية الجديدة لها خصوصية تتعلق بالحي الحكومي، مقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومن المفترض أن يتم النقل إليهم، يعني الحكومة المفروض هي تنتقل إلى العاصمة الإدارية وكذلك مجلسي النواب والشيوخ. ولكن بالطبع خلال العام الماضي تأخر العديد من تلك الإجراءات بفعل جائحة كورونا، ولكن العمل يجري على قدم وساق، لم يتوقف العمل تماما، لم تتنازل مصر في ظل توجيهات الرئيس السيسي عن معايير الجودة والشكل اللائق الذي يليق بمكانة مصر ومكانتها الدولية التي تأتي في جزء منها الشكل الحضاري المتعلق بالمدن الجديدة. زي ما حضرتك تعرفي طبعا احنا عدد المدن الجديدة اللي بقت موجودة في مصر تزيد يعني بشكل مطرد جدا. صحيح. انا دايما كنا بندرس ان مصر تعيش على 6% من مساحة اراضيها، ولكن احنا هذه النسبة تزيد بفعل وبفضل المدن الجديدة التي تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية وفق طرز انشائية ومعايير للجودة تضمن الرفاهية وجودة الحياة للمواطن المصري. صحيح. طيب هروح مع حضرتك لمنشط آخر ونتكلم عن العلاقات المصرية الأردنية، وده كان من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء ونظيره الأردني. الملك عبدالله يؤكد دعم الأردن الكامل لمصر في قضية سد النهضة، ويؤكد حريصون على تفعيل كل المشروعات ومذكرات التفاهم مع الأردن، ويعلن عن قمة ثلاثية مرتقبة. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الاجتماعات التي تتم على هامش اللجنة الثنائية المشتركة المصرية الأردنية من أهم اللجان الدورية التي تعقد بين البلدين، مؤكدا الحرص التام على تفعيل كل المشروعات ومذكرات التفاهم التي توقع على هامش أو توقع على هامش تلك اللقاءات. وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الأردني إنها رسالة تشدد على أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي بتفرض علينا العمل الثنائي والتنسيق الكامل في هذه المرحلة. نروح مع حضرتك لهذا المؤتمر الصحفي، وطبعا نتكلم عن أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت. العلاقات المصرية الأردنية هي علاقات شديدة الخصوصية تتميز بعملية التنسيق المستمر كما تفضلت حضرتك في متن الخبر فيما يتعلق باللقاءات الدورية التي تتم. الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي كان في زيارة جمعته مع العاهل الأردني الملك عبدالله. التنسيق على مختلف المحاور ومختلف المجالات سواء في السياسية والاقتصادية، التنسيق معانا في يعني فيما يتعلق يعني آخر لقاء للرئيس السيسي مع العاهل الأردني كان متعلق بالتعاون في إعادة إعمار العراق. تبع ذلك وغيرها من الملفات، تبع ذلك زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأردن في زيارة على مستوى يعني على في شكل رفيع المستوى لاستكمال عملية التنسيق ومناقشة وطرح العديد من المسائل. يعني المشترك أو هناك يعني في بعض الملفات التي نجد فيها تطابق في المواقف المصرية الأردنية، الدعم متبادل، الدعم الكامل على في بالنسبة للمواقف السياسية ما بين البلدين، النشاط والاشتراك في مختلف المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي هو عنصر مهم. كما نعلم أن كلا البلدين لديهما استثمارات واعدة، في مصر نحن أصبحنا دولة جاذبة للاستثمارات إضافة إلى كوننا محطة هامة بالنسبة لدول العالم في على المستوى الاقتصادي. الأردن يعني شقيق مرتبط بنا على مختلف الساحات، ونجد في مختلف الساحات الدولية أن الموقف المصري والأردني على حد السواء، هناك تنسيق كامل ما بين البلدين بما يعزز المواقف العربية. وزي ما شاهدنا خلال هذا المؤتمر الصحفي كان هناك طرح العديد من المسائل المشتركة، وكأن يعني الدكتور مصطفى مدبولي يتحدث من بيته الثاني وهي الأردن.
طيب فكرة أو تأكيد الملك عبد الله أنه دعم الأردن الكامل لمصر في قضية سد النهضة، حضرتك شايف إزاي رؤية الأردن يعني طبعا من وجهة نظرها كبلد تجاه هذه القضية؟ هي وجهة النظر الأردنية هي وجهة النظر المصرية التي يتم الإعلان عنها في كلما طرح تلك المسألة. مصر ليست ضد حق الشعب الإثيوبي في التنمية، ولكن على إثيوبيا ألا تكون ضد حق الشعب المصري في الحياة. نهر النيل هو بمثابة شريان الحياة لمصر والمصريين. التطور الذي شهدته الأحداث والتنسيق المصري السوداني هي مسألة تعتبر داعمة وإيجابية في هذا الملف. دعم الأردن لمصر تمام في موقفها الثابت والواضح في عملية خوض التفاوض حتى النهاية وطرح يعني عدم رفض وعدم تلبي يعني، ومصر تلبي كل جلسة تفاوض وكل جلسة حوار بشأن سد النهضة. مصر لم تتخذ أي مواقف يعني ممكن أن تؤخذ عليها، متسقة تماما مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة فيما يتعلق بأي خلاف، خلينا ما نقولش إن هو صراع، خلينا نقول أي خلاف فيما يتعلق بالحقوق التاريخية والحقوق الإنسانية لشركاء على ضفاف نهر النيل من المنبع وحتى المصدر. طب استكمالا لكلامنا يا أستاذ أحمد عن قضية سد النهضة، احنا معانا منشط خاص بتصريح لرئيس الوزراء الأثيوبي بيقول المل الثاني لسد النهضة في موعده يوليو المقبل. تفاصيل الخبر بتقول قال رئيس الوزراء الأثيوبي أن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل، وأضاف في كلمته في كلمة له أمام البرلمان أمس لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية. ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية قال أبي أحمد أن أثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض. يعني رؤية حضرتك لهذا التصريح؟ خليني أخذهم مع حضرتك مجموعة من النقاط أو المحاور. فضل. أولا فيما يتعلق بأن الملء الثاني للسد لن يؤثر على مصر، التقارير الفنية طوال سنوات الأزمة كانت تأتي بعكس ذلك، بل كانت تؤكد أن استكمال الملء حتى النهاية قد يؤثر على الأراضي الأثيوبية بحد ذاتها. الجزء الثاني فيما يتعلق برفض الرباعية ومحاولة يعني الاستمرار مع الاتحاد الأفريقي، خلينا نذكر أن أثيوبيا كانت ترفض في السابق تمام وساطة الاتحاد الأفريقي. صحيح. الجزء الثالث في مسألة فيما يتعلق بالوساطة الدولية والموقف المصري منها، خلينا نقول بشكل واضح وصريح أن مصر غير رافضة لأي صوت يعني يأتي لمحاولة تقريب وجهات النظر طالما لا يؤثر على سيادة أي من الدول يعني المنخرطة في هذا الخلاف. كان عندنا أكثر من دفع في تلك المسألة، كانت آخرها اللقاءات التي تمت في الولايات المتحدة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكن تمام دائما ما نجد توقف حضور أو انسحاب للوفد الإثيوبي، بينما تستمر مصر في حضور يعني كل منضدة تفاوض أو منضدة حوار تتعلق بسد إثيوبيا. إضافة لذلك نؤكد على يعني ثابت إنساني في العقيدة المصرية مرتبط به، نحن لسنا ضد أي من شعوب إفريقيا، بالعكس. صحيح. مصر دائما داعمة ولا تزال حاليا. صحيح. وتجتهد كثيرا خلال تلك السنوات في دعم التنمية في إفريقيا. أما فيما يتعلق بحقوقنا في الحياة، شريان الحياة الأساسي بالنسبة لمصر هو نهر النيل، اعتمادية مصر على نهر النيل كمورد رئيسي لمياه الشرب ومياه الزراعة يأتي من نهر النيل، وذلك له خصوصية باعتبارنا دولة مصب تختلف عن غيرنا من الدول المطلة
على حوض النيل التي تمتلك مصادر بديلة، وبالإضافة إلى الأمطار الموسمية التي يستخدموها في الزراعة. إحنا لا، إحنا ما عندناش يعني نهر النيل هو شريان الحياة تاريخيا في تاريخ مصر وحضارتها. سندافع بشتى السبل التي تضمن لنا حقوقنا من خلال ثقتنا كمصريين، ودي مسألة برضو لازم نؤكد عليها، أن الشعب المصري ما عندوش توتر في الشارع بشكل كبير أو خوف من نتاج المفاوضات، وذلك لثقته في المفاوض المصري وفي الدولة المصرية وفي رأس الدولة المصرية في هذا الملف الذي يمس يعني نقطة الحياة بالنسبة له. ليه ده بيحصل؟ لأنه وجد أن إدارة الدولة هي إدارة رشيدة. اثنين، المفاوض المصري في مسائل التحكيم الدولي دائما ما يدافع عن الحق الذي لا يستطيع أن ينكره أحد، ملتزم دائما بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية. رابعا، أن المفاوض المصري منذ البدء فيما يتعلق بعملية الاتفاقيات وبنود الاتفاق دائما ما يكون حريصا على حقوق مصر دون أن تكون تلك الحقوق تنتزع من أي من الشعوب حقا من حقوقه في الحياة. ولذلك نجد أن الشارع المصري هو شارع الآن، لو تكلمنا عن سد أثيوبيا بالطبع هو زعلان من اللي حصل، ولكن مش الآن أن الدولة مش هتقدر أن هي تحصل له على حقه. ورغم أن طول المفاوضات على مدار سنين، إلا أن الشعب المصري ليس وراء إدارته في تلك المفاوضات في التي يعني تجري في هدوء دون نزعة ودون تكرارا وتكرارا. طيب، نحن لسنا ضد حق الشعب. طيب خليني أسأل حضرتك يا أستاذ، ولكن ضد أن يتم انتزاع حقنا في التاريخ. طب خليني أسأل حضرتك يا أستاذ أحمد، يعني طب على أي أساس بيتم مطالبة الوساطة من الاتحاد الأفريقي لأثيوبيا أو في هذه المرحلة بعد فترة تعنت شفناها طبعا مع تدخل الاتحاد الأفريقي اللي هي رفضته في البداية، يعني على أي أساس بيستند تدخلها في هذا التوقيت؟ استمرار عملية التفاوض لمدة طويلة في ظل عدم التزام الجانب الإثيوبي بالإجراءات أو انتظار نتائج المفاوضات لمباشرة واستكمال أعمال الإنشاءات، والآن بالنسبة لأعمال الملء، كل ده بيكسب وقت. هو قادر إن هو يكمل تمام، عدم لا ينصاع إلى نتائج المفاوضات أو مطالبات جيرانه. الوساطة النهاردة أنا مش عايز الوسيط ده، بكرة ممكن أقبل بالوسيط ده، خصوصا أن مصر كانت رئيس للاتحاد الإفريقي بعد يعني ما تم نقل رئاسة الاتحاد الإفريقي، فالآن أصبحت وساطة الاتحاد الإفريقي يمكن أن تكون يعني مجدية بالنسبة له أو تكسبه مزيد من الوقت حتى عملية الملء الثاني. إحنا داخلين في أشهر الصيف اللي بيصحبها بالنسبة للمناخ في إثيوبيا، الأمطار الموسمية اللي هتعزز من قدراته على استكمال ملء السد من الأمطار إضافة من مياه النهر، كل ده برضو حتى يستطيع أن يتمكن من رغبته الرئيسية في استكمال ذلك الإنشاء بغض النظر عن من يتأثر والسلبيات التي ستتحقق بفعل ذلك. فهو ده السبب ان هو دلوقتي قبل بالاتحاد الافريقي، وبعد يعني انصياعه لتلك الوساطة ممكن هو يرفض ما يأتي به الاتحاد الافريقي، ولا سيما وخلينا برضو نأكد على هنا على دور مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي وعملية التطوير والتنمية والمساعدات الفنية لمختلف الخبراء في الدول الافريقية. بمعنى تاني ان الاتحاد الافريقي ولجانه الفنية الآن أكثر تطور وأكثر علما وأكثر تأهيلا وتدريبا بفعل وبفضل تمام الدعم الفني الذي قدمته مصر باعتبارها بيت خبرة فني في إفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات القانونية والمجالات المتعلقة بالتحكيم.
طيب خليني أروح مع حضرتك لمنشط آخر معانا. مصر بتترأس الجلسة الافتتاحية لمنتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية. انطلقت أمس فعاليات منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية والذي يستضيفه جهاز حماية المنافسة المصري برئاسة الدكتور محمود ممتاز بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. وده كان بمشاركة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة في مختلف دول العالم. وخلال كلمتها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أن الحكومة المصرية بتولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال سياسات المنافسة وتشجيع الاستثمار بهدف ضبط آليات السوق وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء انتشار فيروس كورونا بتتطلب تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار بين دول المنطقة العربية، وده لمواجهة هذه التحديات والسعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في كافة المجالات. خليني أروح مع حضرتك لهذا المؤتمر والمنتدى ونتكلم أكتر مع حضرتك عن هذا المنتدى. المنتدى له أهمية تتعلق بإحنا وصلنا لفين، يعني مصر وصلت فين في مجالات المنافسة، وإنعكاس ده على التعاون الإقليمي والتعاون الدولي في مجال التجارة ومجال الصناعة. مصر يعني بعد 2013 واعتبارا من 2014 كان عندنا العديد من الملفات التي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات مهمة على المستوى الاقتصادي. شهدنا من الإصلاح الاقتصادي ما يعنى أو ما أعنى بالفعل على مواجهة جائحة مثل جائحة كورونا. كان الأساس فيها هي اقتصاديات السوق الحر، لم تتدخل الدولة في وضع تسعيرة جبرية أو وضع إجراءات إلزامية بقدر ما طرحت البدائل وأتاحت المجال إلى المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية في السوق، ما أدى إلى ضبط الأسعار، توفير السلع والعمل على جودة تلك السلع المقدمة إلى المواطن. فكانت المنافسة هي الضامن الحقيقي لآليات السوق المصري، وكذلك بالنسبة للسوق العالمي، لا سيما أن مصر استعادت الثقة في منتجها بالنسبة لعمليات التصدير. كنا بنشهد في السابق أن بعض الدول تحظر استيراد منتج أو سلعة أو يعني معينة من مصر بسبب اشتراطات معينة، كل ده يعني أصبح من الماضي وأصبح يعني علامة صنع في مصر موجودة في الخارج كثافة، ما يؤهلنا إلى أن ننقل تلك التجربة إلى محفل مثل منتدى المنافسة في المنطقة العربية. اللي احنا شاهدناه في عملية المنافسة والتدخل يعني من يعني دخول المستثمرين، وباعتبارنا دولة جاذبة للاستثمارات حاليا أصبحنا مركزا عربيا إلى بعض الشركات الدولية والمصانع الدولية التي أتت إلى المناطق الصناعية، وخصوصا كمان المناطق الصناعية المتخصصة للاستفادة من الميزات التنافسية في السوق والتصدير إلى المنطقة العربية. وده بيدلل إن احنا حاليا إن يعني التقارب فيما يجري على أرض الواقع فيما في مسألة المنافسة والانفتاح على المنطقة العربية والعلاقات مع المنطقة العربية تحيل مصر إلى مركز ومحور رئيسي على طريق التجارة العالمية وكذلك طريق الصناعة. في مسألة الصناعة كمان هي مسألة مهمة فيما يتعلق في مسألة المنافسة، وده لأن الصناعة عملية يعني مكلفة في عملية الإنتاج، فالوصول إلى سعر يحقق المنافسة وجودة يمكن أن يتم تصديرها إلى الخارج هي عنصر مهم أتاحته الضمانات الحالية التي تقوم بها الدولة المصرية في التيسير على المستثمر والصانع في إتاحة كل ما يمكن أن يتم إتاحته له دون المساس بعنصر أن يكون الدعم يعني أو زي ما نقول إيه
ان اي خدمه ليها مقابل. هذا المقابل يجب ان يكون عادلا بالنسبه لتحرير سعر الصرف على مستوى العالم، بما يضمن ايضا او بما يؤكد ان مهندس عمليات الصناعه والتجاره في مصر هو قائم وعينه على ما يجري في السوق العالمي، ليضمن لمصر مكانه متميزه كدوله تنمو بشكل مطرد وشكل كبير خلال السنوات الاخيره. طيب في نفس الاطار الاقتصادي اللي بنتكلم فيه مع حضرتك، معانا منشط خاص بوزاره التخطيط بتقول البنك الدولي بيضع استراتيجيه جديده مع مصر حتى عام 2025. استعرضت وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه في تقرير صادر عنها ما تقوم به مجموعه البنك الدولي حاليا باعداد دراسه تشخيصيه منهجيه بشان مصر، وده تمهيدا لوضع اطار الشراكه الاستراتيجيه لمصر للسنوات من 2021 ل 2025. وستركز هذه الدراسة على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وقالت إن البنك الدولي أكد أن إطار الشراكة في مصر بيشتمل على ثلاثة مجالات: تركيز استراتيجية مترابطة تتفق مع استراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، فضلا عن دعم الشمول الاجتماعي. رؤية حضرتك لهذا الخبر؟ خلينا نقول تمام ان البنك الدولي يعني فاجأه ما جرى في مصر من مشروعات تتعلق بخطط التنمية. احنا عندنا رؤية مصر 2030، رؤية مصر 2030 برضو للتأكيد عليها يعني بيتحقق فيها الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية فيما يتعلق بمختلف المجالات والمحاور، فيما يتعلق بالطاقة الخضراء، فيما يتعلق باحترام المناخ، فيما يتعلق بالصناعة، فيما يتعلق بالتنمية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بطبيعة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن. حجم الإنجاز الذي تم في رؤية مصر 2030 خلال السنوات الأخيرة سابق على مواعيد التي كان من المفترض أن يتم الانتهاء من بعض تلك المشروعات، أي أننا نسبق ما وضعناه من خطط بخطوات، ما يؤكد على نجاح الإدارة المصرية وعزمها الكامل على نجاح تلك المنظومة والخطط الاستراتيجية. عندنا ان البنك الدولي مع المؤشرات والمكانة التي وصلت اليها مصر بسبب وفائها بمختلف التزاماتها الدولية، بيعيد النظر في اطار الشراكة الاستراتيجية على مدار الخمس سنوات، وهي تعتبر خطة يعني متوسطة الاجل وفق المعايير الاستراتيجية فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بالطبيعة وطبيعة العمل والحوكمة والإدارة الرشيدة، هي المسائل التي يمكن أن نستخدم لها المترادفات الموجودة حاليا في منظومة العمل الإداري في مصر فيما يتعلق بالميكنة والحوكمة وما يتعلق بالتأهيل والتدريب. عندنا أو نبسطها برضو للمشاهد، إيه اللي بيحصل في مصر يتسق مع الاستراتيجية الجديدة اللي البنك الدولي بيتكلم عنها من الفترة من 21 وحتى 25. احنا عندنا أجهزة الدولة والوزارات المختلفة أصبحت تستعين بمراكز التدريب وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب، هتلاقي هيئات قضائية، هتلاقي وزارات، هتلاقي قطاعات مختلفة لتأهيل وتأهيل القيادة وتأهيل الشباب. عندنا تمكين للشباب بمختلف القطاعات، ولما بنقول مختلف القطاعات بنتكلم على كل القطاعات اللي موجودة في مصر، يعني أبرزها ان احنا عندنا بقى في يعني تأكيد على دور الشباب في القضاء المصري، يعني نواب وزراء ونواب محافظين في كل مكان عندنا، بالإضافة الى مساعدين الوزراء. الجزء الثاني فيما يتعلق بالميكنة واللي بتمارسه وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات في التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات ومختلف القطاعات في الجمهورية فيما يتعلق بعملية الميكنة، عملية الرقمنة
وتأهيل الكوادر صحيح. البشرية على تلك المسائل. يبقى احنا خلال 2025 مع النهضة التنموية اللي بتحصل في مصر هنجد في اختلاف في الشكل الحضاري، اختلاف في الخدمات المقدمة للمواطنين. احنا قاعدة الأساسية لعملية الرقمنة استفدنا منها، وكانت يعني عنصر دعم خلال جائحة كورونا، زي ما شفنا المنافذ الإلكترونية صحيح. القدرة على الحصول على الخدمات الحكومية من خلال بوابة مصر بوابة الحكومة الإلكترونية الرقمية، وده إلى مزيد من التطوير، بحيث إن احنا 2025 لما نيجي نقارنه بالضبط مع اللي فات، خلينا نقولها بحاجة بسيطة كده، زي ما كنا أول ما شفنا الموبايل في إيدين الناس اللي هو الكبير ده اللي كان حجمه كبير جدا، دلوقتي إحنا نفس الجيل اللي شاف الموبايلات التاتش ممكن تدخل منها على الإنترنت وممكن إن أنت تتعامل معها وتدير حياتك كلها. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ أحمد على تحليلك الصحفي الأكثر من رائع، بشكرك جدا أستاذ أحمد طارق الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، نورتنا. جزيل الشكر يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن علم إدارة الأزمات وأهميته مع دكتور أحمد عبد الرحمن استشاري إدارة الأعمال والتسويق، خليكم معنا. مراكز سان رايز للخصوبة وعلاج تأخر الإنجاب دكتور شريف باشا سيف. تفخر مراكز سان رايز بأنها الأولى في مصر التي تقتني حضانات الإمبريوسكوب والتي تعد أحدث تقنية عالمية في هذا المجال، تؤدي إلى زيادة نسب نجاح الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، كما تتميز بمستوى طبي بأعلى المعايير العالمية. اتصل على 1393. حلم الأمومة ليس مستحيلاً. Better House. لما جينا نختار ونقارن بين الشركات وبعضها البعض، حاولنا نجيب الشركات الأكثر ثقة، اللي شايف على أرض الواقع النهاردة إنجاز مفروض يتعمل كمان سنتين. فأنا شايف في جدية تامة الحقيقة من ملاك والأونر بتاع الشركة بصراحة بتعاملهم معاهم. احنا دايما في بيتر هاوس بنحاول نقدم المصداقية، بنحب ان العميل يكون شريك معنا. النهاردة في فرصة انك تختار شقتك في سكاي كابيتال بالعاصمة الإدارية من Better House. مرة أخيرة برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن موضوع بهم كتير مننا، وهو إزاي نتعرض لأزمة ونقدر نعديها. يعني كتير مننا بيتعرض لأزمات في الشارع في البيت على مدار اليوم، وطبعا مع ظهور فيروس كورونا ناس كتير اتعرضت لأزمات كتير، طبعا من أصحاب الشركات والأعمال اتعرضوا لكوارث، في ناس قدرت تخطي هذه الكوارث والأزمات وفي ناس معرفتش. إزاي نعرف نعدي هذه الكوارث ونتكلم عن علم إدارة الأزمات وأهميته، وإزاي نقدر نخطط لده، ده موضوعنا النهاردة مع ضيفنا اللي معانا عبر ماسنجر دكتور أحمد عبد الرحمن استشاري إدارة الأعمال والتسويق. برحب بيك يا دكتور، صباح الخير. اتفضل يا دكتور. طيب بداية أهلا وسهلا بحضرتك وشرفنا معرفتك. أهلا بحضرتك. يعني بداية خليني أسأل حضرتك يا دكتور، مصطلح علم إدارة الأزمات أو فن علم إدارة الأزمات يعني إيه؟ طيب الموضوع يعني يمكن عشان نختصره في حاجة بسيطة خالص، هو كيفية التعامل مع المشاكل الطارئة. وهو ده فكرة الأزمات اللي أو ويمكن من أكثر الحاجات اللي تم التعامل معها في الفترة الأخيرة بشكل كبير، لأن من أكثر الحاجات اللي كان مطلوب جدا جدا معرفتها والتعامل معها بأسلوب مختلف وأسلوب يمكن يكون اتفضل يا دكتور. سامعين حضرتك، اتفضل. حضرتك سامعني يا فندم؟ سامعين حضرتك، اتفضل يا دكتور. صوت تمام يا فندم. فكنت بقول
ان فكره اداره الازمات هو كيفيه التعامل مع الامور الطارئه، ويمكن دوت اللي ظهر مؤخرا في العصر الحديث. يعني يمكن الكلام ده بدا من اواسط الستينات وعلميا فيما يسمى بازمه الصواريخ الكوبيه، وبعد كده بدا ينتشر من علوم عسكريه الى علوم اداريه، وهو كيفيه التعامل مع الفكر الطارئ او العمليه الطارئه او الازمات الطارئه او المشاكل. طيب احنا عندنا مشكله في الانترنت. طيب هروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل ونعاود الاتصال بدكتور احمد، خليكم معانا. انتشر في اواخر سنه 2019 في الصين فيروس الكورونا المستجد، واللي بيعتبر نوع جديد من فيروسات الكورونا. الكورونا بيسبب امراض بتبدا من نزله برد وبتوصل لمتلازمه تنفسيه حاده. عشان كده لو انت شخص مخالط لمريض كورونا لازم تتبع الإرشادات دي لمدة 14 يوم. حاول ما تخرجش من البيت طول فترة العزل، وخصص مكان منعزل في البيت تكون تهويته كويسة، خصوصاً المساحات المشتركة. اغسل إيدك دايماً بالمية والصابون لمدة 20 ثانية. حاول تتجنب الزيارات بأنواعها. قلل الانتقال من مكان العزل لمكان تاني. البس الكمامة بشكل صحيح وارميها في كيس مقفول بعد الاستخدام. غطي الفم والأنف بمنديل لو بتكح أو بتعطس، واغسل إيدك بعدها بالمية والصابون. ما تشاركش أدواتك الشخصية المنزلية مع حد تاني زي الأطباق والكوبايات. أكل الوجبات بعيد عن أفراد الأسرة وحافظ على المسافة بينكم. امشي على نظام غذائي متوازن تكون دهونه قليلة. اشرب مية دافية بدل المشروبات الباردة. ما تستخدمش المضادات الحيوية بشكل مستمر. وتابع درجة حرارتك كل 8 ساعات. لو ظهر عليك أو على أفراد أسرتك أعراض زي صعوبة في التنفس، الاختناق، ضيق التنفس بعد أي مجهود، ارتفاع درجة الحرارة والكحة، لازم تستشير الطبيب أو اتصل بالخط الساخن 105. وللسلامة العامة، لو هتروح أقرب مستشفى حافظ على لبس الكمامة وابعد عن المواصلات العامة والزحمة. ايه يا كيم؟ حد يكح في وش حد كده؟ ارمي المناديل دي يا علا في السلة. اغسل ايدك يا بودي قبل ما تاكل. سلامتك يا حاج، ينفع تنزل الشغل وانت حرارتك عالية كده؟ العادات الغلط ممكن تسبب عدوى لمرض زي الكورونا المستجد اللي هو كوفيد-19، وده مرض تنفسي معدي من أعراضه حرارة عالية مع الكحة أو ضيق التنفس. عشان نحمي نفسنا منه لازم نغسل ايدينا دايماً، ونستخدم المناديل واحنا بنعطس او بنكح، ونرميها في سلة مقفولة، ونبعد عن اي شخص عنده الاعراض دي، وبلاش نلبس الكمامات لو احنا مش عيانين الا لو بنراعي حد عيان، وبلاش نصدق اي اشاعات او ننشرها، ودايما نرجع لوزارة الصحة والسكان او منظمة الصحة العالمية. ولو ظهرت عليك الاعراض اتصل على 105 او اذهب لمستشفى الحميات او مستشفى الصدر. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 أو 15335. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ورجعنا مع دكتور أحمد عبد الرحمن استشاري إدارة الأعمال والتسويق للحديث عن فن علم إدارة الأزمات. برحب بحضرتك يا دكتور مرة تانية. أهلا بحضرتك يا فندم، ونعتذر على القطع. لا ما فيش مشكلة. طيب خلينا نرجع مع حضرتك ل يعني نعرف مع حضرتك مرة أخرى فن علم إدارة الأزمات، ونتكلم شوية عن هل فن إدارة الأزمات بيختلف عن علم إدارة الأزمات؟ لا، خلينا نتكلم زي ما حضرتك تفضلتي كده على مفهوم إدارة الأزمات، وهي كيفية التعامل مع المشاكل الطارئة. ويمكن دولت أكتر من الحاجات اللي ظهرت خلال الفترات السنوات اللي فاتت، أكثر من حوالي 70 سنة، في كيفية التعامل مع أي أمر طارئ. الوضع اللي تحول إلى فجوة أو مشكلة كبيرة لم يتم التعامل معها بشكل صحيح فتتحول إلى أزمة، وهو دوت المفهوم بتاع أزمة، هو كيفية أو عدم التعامل مع المشاكل بشكل صحيح فتتحول أو ترتقي من مرحلة مشكلة إلى مرحلة أزمة. وبالتالي فهنلاقي ان حاجات كتيرة جدا في حياتنا، اذا كانت حياتنا المهنية او حياتنا العملية او الـ 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 الاسرية حتى، هنلاقي ان حاجات كتيرة بالشكل دوت، ان اي امر من الامور هتلاقيها هي عبارة عن
مشكله صغيره. المشكله ديت لو لم يتم التعامل معها بشكل كبير بشكل صحيح تتحول لمشكله كبيره، ثم اذا لم يتم تم اهمالها او تصغيرها او عدم النظر اليها بشكل مظبوط او حلها حتى، فبتتحول الى ازمه، وبالتالي فاحنا بنبقى قدام امر طارئ لابد من التعامل معاه سريعا. يعني فكرة يا كلمة أزمة يا دكتور يعني بتمثل لناس كتير بيحسوها حاجة ضخمة لازم تكون مشكلة كبيرة، ولكن يعني زي ما حضرتك ذكرت أنه أي حاجة بنمر بيها سواء مشكلة صغيرة سواء مشكلة كبيرة ممكن تسمى أزمة. يعني مفهوم الأزمة مش لازم يكون كارثة حصلت. هو خلينا نقول التطور الطبيعي لأي حاجة بتحصل في حياتنا عبارة عن مشكلة صغيرة لما يتم التعامل معها بشكل صحيح تتحول إلى مشكلة كبيرة، لما يتم حلها بالشكل الأمثل فتتحول إلى أزمة، وإذا لم يتم التعامل مع الأزمة بالشكل صحيح فتتحول إلى كارثة. فهو ده التطور الطبيعي. طيب. وبالتالي أتفضل إذن. يعني هروح مع حضرتك لأهمية علم إدارة الأزمات ونتكلم مع حضرتك عن هذه الأهمية. تمام يا فندم. هو خلينا نقول بس ان بيبقى في مفهوم خاطئ جدا عند الكثير من الناس على مستوى الدنيا كلها مش احنا بس، وهو فكره هو ان اداره الازمات هو التعامل مع الازمه بعد حدوثها. وهو حقيقه الامر هو امر خاطئ تماما مفهوما ومنطقا واسلوبا، لان فكر او زي ما بنسميه الكرايسيس مانجمنت او اداره الازمات هو احد العلوم الاداريه يعني الراقيه جدا، هو كيفيه التعامل مع الازمه قبل حدوثها لسبب مهم جدا وهو عدم حدوث الازمه، ادي واحد، او اذا تم حدوث ازمه بالفعل كيف التعامل معها بشكل سريع بدون تعجل بدون توتر بدون شكل عشوائي في التعامل. الامر الذي يؤدي الى التعامل مع الازمه بشكل افضل وادق والنتائج بتاعتها بتكون احسن للجميع. طب نرتب مع حضرتك يعني كده طريقة التعامل مع أي أزمة أي حد بيمر بيها. طبعا حضرتك يعني ذكرت فكرة أنه عدم التعجل دايما وأنه أي حاجة بمر بيها ممكن أدي رد فعل سريع، فيحصل طبعا نتيجة هذا الرد الفعل يعني المشكلة بتكبر والأزمة بتتفاقم. إزاي نقدر نتعامل مع الأزمة بطريقة سلسة؟ التعامل مع الأزمات بشكل عام بطريقة سلسة لابد من توقعها. يعني حد يجي يقول لك طب هو انا لازم اتوقع المشاكل، انت جاي تفول علينا؟ هقول لك لا، هو الموضوع مش كده خالص. احنا فيما يسمى في علم اداره الازمات، لو احنا بنتكلم بقى كعلم بجد فعلا وكفكر اداري، على فكره الكلام ده يتكلم عليه ممكن يتكلم عليه لدول وممكن يتكلم عليه الافراد في الاسره. اي حد بيتكلم على اداره الازمات بمفهوم واحد، ولكن التطبيق بيختلف من مكان لاخر. صحيح. وهو التوقع. الفكره كلها التوقع. أنا دايما لازم يبقى عندي عملية توقع، التوقع طبعا للأشياء التي ممكن توقعها، ولكن مثلا احنا في حالة الوباء واللي ربنا يزيح الغم عندنا جميعا يا رب. فاحنا طبعا ما كناش يعني على دراية كبيرة أو على وصلة كبيرة إن ممكن هي حاجة زي كده تحصل، وإن كان بعض الأماكن التي تهتم بهذه الأمور بتتوقع، يعني بعض الجهات اللي خاصة بحاجات زي كده بتتوقع حاجة زي كده وعليها إن هي التعامل معها بشكل صحيح، ولكن خلينا نقول أن التوقع في حد ذاته هو أساس التعامل مع الأزمات. مشكلة البشر بشكل عام أنهم ضعيف التوقع، وهي ديت الأزمة الكبيرة بتاعت البشر أصلا. لأن إحنا دائما وأبدا بنتعامل، معظم الناس على مستوى الدنيا بتتعامل بناء على ردود الأفعال، وده أسوأ نوع من أنواع التعامل مع المواقف. صحيح. ليه؟ لان انت بتنتظر ان الامر يحدث وبعد حدوثه تبدا تفكر، مش هقولك ان انت تتعامل، لا، ده انت بتبدا تفكر حصل ليه وازاي وايه اللي هعمله وهعمل ايه. عقبال ما بفكر في الكلام ده كله بيكون اثار هذا الموضوع كان كبير جدا عليا في الفتره اللي فاتت. الامر اللي هيؤدي ان النتائج بتاعته هتكون سلبيه، ده منطقي جدا لان احنا بنتكلم على الازمات، معنى ازمه يعني حاجه سلبيه. فبالتأكيد عدم التوقع بيؤدي إلى مشاكل أكبر في نتائج الأزمات إذا لم نستطع عملية التوقع بشكل صحيح.
طب يعني لو انا توقعت ان في مشكله او في ازمه انا همر بيها بس يعني جيت اهملتها، يعني حسيت ان هي صغيره ومش هتكبر والموضوع هيعدي، ولكن الموضوع ابتدى يتزايد ويتفاقم والمشكله بقت ازمه كبيره، فده طبعا نتيجه اهمالي، ازاي اقدر اتعامل مع ده بعد الازمه ما حصلت؟ هو خلينا نقول بقى ان انا دلوقتي زي حضرتك تفضلت وقلت ايه دلوقتي، احنا صنعنا ازمه بنفسنا وهي عدم توقعنا للشيء، فعدم توقعنا للشيء ادى الى حدوث ازمه. طيب خلاص حصلت الازمه بالفعل، كيفيه التعامل معها؟ خلينا نتفق على شيء، ان اي حد بيتعامل مع الازمه الغير متوقعه بيبقى من بدايه نوع التعامل معها تعامل عشوائي مبدئيا في الاول، بيبقى تعامل عشوائي. ليه؟ لان هو مش عارف الازمه ديت حصلت بسبب ايه بالظبط، لان ممكن يكون متوقع موضوع معين، انما الموضوع دوت ايه الاثار بتاعه زي ما بنسميه في الاداره الروت كوز او الاسباب الرئيسيه لحدوث الازمه، هو لم يصل الى هذه النقاط الرئيسيه التي ادت الى حدوث الازمه اللي بناء عليها لابد من معالجتها، اللي بناء عليها اذا تم معالجتها تم احتواء الازمه. فبيقعد يعني عارفه كده لما الواحد ما بيعرفش يعوم يفضل يطش في الميه، هو بيفضل يبقى عامل كده بالظبط كده، فهو بيحاول يتعامل بشكل عشوائي الى حد كبير الى ان يصل الى نقطه معينه يستطيع البدايه منها. ولذلك احنا دايما بنحاول نقول يا جماعه ان اي حد بيمر بازمه دايما اول حاجه هتمر بيها هي هتمر بتوتر، وهتمر بعصبيه، وهتمر بضغط، وهتمر بامور كتيره جدا جدا هتاثر على حالتك النفسيه قبل اي حاجه تانية. قدر المستطاع حاول تحتوي هذه الاثار السلبيه عن النفسيه عليك عشان تقدر تلمم شتات افكارك، عشان تقدر تفكر بشكل صحيح. الموضوع بيحتاج هدوء، هو ده اكتر حد بيقدر يتعامل مع الازمه بشكل صحيح، اللي بيبقى عنده نوع من انواع الهدوء. ليه؟ الهدوء يولد تفكير منطقي، تفكير سليم، تفكير متسلسل. هذا الامور وهذه الطريقه هي اللي بتؤدي في الاخر الى نتائج ايجابيه في طريقه الحل. اي حد هيتعامل مع الازمه بشكل عشوائي، بشكل متوتر، بشكل مفاجئ زي ما هو بيحصل، بشكل ممكن يكون فيه نوع من انواع الفتي حتى في بعض الاحيان، واحنا نقول لا ده المفروض نعمل مفروض، او التجربه والخطا وحاجات زي كده، في حاجات ما بتستحملش التجربه والخطا لفترات طويله، ممكن اجرب بس مش لفترات طويله. ولذلك بيحتاج نوع من انواع الهدوء لاعاده تفكيرنا مره ثانيه كيفيه التعامل مع الازمه في الوقت الراهن. طيب انا حابه اروح مع حضرتك يا دكتور لمثال، يعني لو حد عنده شركه طبعا مع ازمه فيروس كورونا وناس كتير اتضررت وكان في ازمات ماليه بسبب هذا الفيروس، ناس قدرت تتخطى هذه الازمات الماليه لانها كانت متوقعه اللي هيحصل وحست انه على مدار البعيد انه الوضع هيتفاقم وهيزداد سوء اقتصاديا، وناس معرفتش تتخطى هذه الازمات، ازاي نقدر نعالج ده؟ طيب دي مشكلة كبيرة اللي حصلت في العالم كله، مش على مصر بس ولا الوطن العربي، ولكن العالم كله بالفعل. وتاني نقول يا رب يزيح الغم عننا جميعا يا رب كده ويرجع الأمور تمام. خلينا نقول إن معظم الناس اللي ما قدرتش تتعامل مع الأزمات بشكل صحيح، خلينا نقول هم أكثر الناس الذين لم يكن لديهم أي نوع من أنواع الطاقة أو الاحتياط الاستراتيجي في التفكير. الاحتياط الاستراتيجي في التفكير، بمعنى الناس دي ماشيه خطوه خطوه وشال تحت. خلي بالكم برضه عشان انا يعني كشغلنا في البيزنس في تطوير الاعمال وضح لنا امور كتيره جدا في الفتره الاخيره اكتر من قبل كده، ان يا جماعه كل واحد ما عندوش رؤيه وما عندوش بعد نظر في الشغل بتاعه تسبب لهذه الازمه تسبب له مشاكل كبيره، خاصه كمان ان هو لو هو كمان ما عندوش رؤيه لما حصلت المشكله كان التعامل معاها بشكل زي ما احنا كنت بقول قبل كده باكد تاني شكل عشوائي جدا وبحت جدا. ادي رقم اثنين، يبقى ما عندوش رؤيه، ما عندوش تفكير منطقي وكان تفكيره عشوائي. رقم ثلاثه وهي الاهم، ان من استطاع التعامل مع هذه الازمه في العمل او في البيزنس يعني عامه هم الناس الاكثر ابتكارا وهم قليل. وللاسف نقول بقى النقطه دي ونحط تحتيها 1000 مليون خط، لان للاسف ان معظم الناس اللي وقعت ما كانش عندها تفكير ابتكاري.
معظم الناس اللي وقعت كان شغل تفكيرها كله هو تفكير نمطي وتقليدي الى ابعد حد. نعمل ايه؟ نسرع حماله، نعمل ايه؟ نخفض تكاليف، نعمل ايه؟ نقلل مش عارف من ايه، وهكذا 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 وهكذا. ما فكروش ان نفس البضاعه بتاعتهم او الخدمات بتاعتهم او الحاجات اللي هم شغالين فيها يقدروا يسوقوها ازاي بشكل مختلف واسلوب مختلف. طب خليني يعني اقول لحضرتك نقطه في الحته دي، يعني هم مش عارفين الغايب او مش عارفين ايه اللي هيحصل في الدنيا. يعني احنا بنتكلم، احنا بقالنا سنه في هذه الازمه، يعني احنا مش عارفين هتنتهي امتى. يعني احنا دلوقتي بنتكلم احنا مش عارفين الازمه دي هتنتهي امتى من العالم كله. يعني زي ما حضرتك بتقول يا رب الغمه دي تنتهي، بس احنا مش عارفين امتى. حلو، بس معنى كده يا فندم ان الانتظار بيخسر اكتر. هو ده اكبر خطا البني ادم عامه بيقع فيه، وهو الانتظار، لان من اكتر المسببات للخسائر الانسانيه بشكل عام، مش هقول لك بقى الماديه والعمليه والمهنيه، لا الانسانيه، هو الانتظار. انت هتنتظر لغايه امتى؟ في ناس قاعده تقول اصل ممكن تعدي شهر شهرين ست شهور سنه، يا سيدي هستحمل سنه. تستحمل ليه؟ في حين انت كان ممكن تكسب خلال هذه السنه، وده احنا شفناه كتير في شركات كتيره وهي قدرت تكسب اكتر ما تخسر، وحولت الخساره بتاعتها لمكسب. عشان كده احنا في اداره الازمات، لو احنا بنتكلم على اداره ازمات، عندنا ما يسمى باداره السيناريوهات. حاجه كده اسمها كده فعلا سيناريو مانجمنت. احنا بنزير امورنا من خلال وضع مجموعه من التصورات والسيناريوهات التي ممكن التعامل معها او حدوثها. ان لم تحدث خير وبركه، ما حدثت قدرت اتعامل معها بشكل صحيح. طب ما نفكر بشكل مختلف وشكل غير تقليدي. الشكل غير تقليدي اللي غير منظور العالم دلوقتي، احنا دلوقتي بنعمل ميتنج عباره عن كونفرنس ومن على بعد اونلاين. يعني معنى كده خلاص العالم كله بدا يغير تفكيره، والناس كلها بدات تتجه لحته الاونلاين والشراء والحاجات الكتير اللي اقدر اتعامل بيها بشكل مختلف. ولكن معظم الناس، تاني اكد بس مليون خط تاني، التفكير التقليدي والنمطي هم اكتر اعداء نجاح اي بزنس بيبقى موجود في النقطه دي. يبقى احنا لازم يكون عندنا فكر ابتكاري علشان نقدر نعدي الازمه دي. وحضرتك قلت نقطه مهمه جدا، وهي فكره انه طول ما احنا منتظرين ومستنيين ده بي 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 بيخلينا زي ما احنا، او مش بنعدي الازمه خسارة. وبنخسر كمان، خساره كمان، يا ريت كمان احنا زي ما احنا، لا ده خساره. صحيح. يعني انا بشكر حضرتك جدا على كل هذه المعلومات، نورتنا دكتور احمد عبد الرحمن استشاري اداره الاعمال والتسويق، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا انتهت، وكمان حلقتنا انتهت. نشوفكم بكره وحلقه جديده، وصباحكم صباح النور.